قاعدين نتغدى واليوم بنصور لكم فيديو وايد حلو واللي هو كيف تلتزمون في الآداب في المول. فيلا نبدأ. قبل نبدأ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. تعرفون شو ذواتي أكثر؟ واي هنا شوفوا أفتح لفة أكلنا. قبل ما نبدأ الأكل لازم نسمي بالله وناكل بأدب وناكل بيدنا اليمين. بسم الله. يا فطامي ما يصير انك تطلعين اصوات في الاكل، لازم ما تطلعين اصوات. اوكي يا لولو. اوكي يا لولو. اوكي شطورة. لا يا فطامي ما يصير ان نقف في الدرجة المتحركة، يمكن نطيحين، لازم نمسك ونكون هادئين. اوكي لولو ما بسوي مرة ثانية. اوكي يلا خلنا نروح نستمتع. لا يا فطامي هذا سلوك خاطئ، ما يصير نضغط الجرس الا في حالة الطوارئ. اوكي لولو ما بعيدة. اوكي يلا خلنا نروح. هذه هذا مش بيتنا، حتى لو مو بيتنا ما نصرف الماي، هذه مملكة الدولة لازم نحافظ عليها. اوكي يا دانا نستني. دانا شفتي وين فطامي راحت؟ لا ما عرف. لا تكون ضاعت. لا وينها؟ لا وينها؟ 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 زت ويني؟ أكيد هي الحين تبكي. وينها؟ تعالي ندورها. وكيف سوينا؟ ما لقينا هذا. وين كل المول؟ روحي عند السكيورتي واعطيها رقم امك، صح انتي حافظه رقم امك؟ ايوه. قولي لها اتصل على ماما وبعدين نجي ناخذك. اوكي. اوكي اتفقنا؟ يلا امسكي يدي. كوني معانا. اوكي. فطامي لا، فطامي انزلي بسرعه، انزلي بسرعه. يا فطامي ما يصير انا اطلع فوق السرير، ترى هذا بس للعرض مو عشان تنامين فيه. مرة ثانية لا تطلعين فوق السرير. اوكي اوكي يلا تعالي. تأذين نفسك
تأذين الناس، ما يصير تسوين كذا. أخر مرة ما بعيدة. أوكي يلا تعالي. خلين احد كبير ساعدك، يمكن تطيحين تتعورين. يا اصدقائي لازم تكونون مؤدبين في الاماكن العامه. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، لا تنسوا تتابعوا انستغرام وتيك توك. باي، واشتركوا بسوالف بناتي. باي بناتي كيس. باي.